نظم صبيحه اليوم عمال شركه البناء والعمران للشرق كونستروب است بولايه عنابه وقفه احتجاجيه امام مقر المديريه الجهويه للمطالبه بصب اجور العمال العالقه لازيد من 7 أشهر، وهو ما اثر على الجانب الاجتماعي والمعيشي للعمال، كما طالبوا السلطات التدخل وافاد لجنه تحقيق للاطلاع على طريقه تسيير المؤسسه المهدده بالإفلاس والغلق. ميكروفون عبد النصر قلال. راي العمال درك راهي تعاني، درك رانا عندنا مدة 3 سنين والعمال راها تعاني، درك اللي يبيع هادي 7 شهور واحد ما قاعد يخلص، درك العمال هادي شكون اللي يبيع من العمال هادم؟ ما لقينا حتى رد من عند مسؤول مباشر يجي واجهنا ويسارحنا باللي الوضعية الشركة عمال حالة تاعها الشركة هادي وصلنا للحالة هادي اللي رانا فيها. ما كان حتى مسؤول جا واجهنا وقال لنا المصير تاع الشركه دي والرايح. رانا احنا 7 شهور ما خلصناش، رانا في حاله جد مزريه، راه كون جات عام كون جات عامين، رانا 3 سنين ولادنا بلا عيد بلا عيد الكبير، انا نطلبوا في الطريق، اعطينا نحن حقنا كنعامل عامل، نطلبوا نحنايا من وزير العدل، من وزير العدل مش وزير العدل يبعث لجنة التحقيق، ولجنة التحقيق هذه تجي فورا، تجي سريع، راهي كارثة. من جهته المدير الجهوي للمؤسسة أكد شرعية المطالب التي تحدث عنها العمال، في حين أرجع سبب العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسة للديون المتراكمة. يومي أنا حتى نتصل بالبي دي جي بالبريزيدون دي جروب قاعد يعاون فينا، قاعد يديروا كلش، عندنا دي بروجي قاعدين نخدموا فيهم، عندنا دي سيتياسيون ما خلصناش فيها، نسالوا لو بي جي سوارد، نسالوا لا ديوك هذه عندي 82 مليون، عندي شوف تقريب شهرين نروح حتى لقسمطين عند السيد بور سيني اونيكمون ورقة، ما كانوش أو في فرنسا ما كانوش أو في دايرة تريزورية، قال لك كل ما تكون شادي الورقة ما نعطيكش 82 مليون، كون جبت منها نخلصهم من 3 ملايير الخدمة تاعها مشكل. المرة اللي فاتت افون ديسمبر نعطيكم دو باي وعطاوهم دو باي خلصناهم، وبربي إن شاء الله هذا في فبراير يكونوا شوية سوارد يدخلونا، بربي إن شاء الله نخلص. كيف الشركة عندها سوارد ما تخلصش؟